وغير بعيد عن سكيكدا، منطقة ودزنات غرب مدينة جالم عرفت خلال الساعات القليلة الماضية كذلك الحي الفوضوي عبد الرحمن رقام والمحاذي للوادي هناك، عرفت المنطقة حالة من الرعب والخوف لدى السكان بعد اجتياح مياه الأمطار لمنازلهم، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة، وعرفت كذلك تدخلا سريعا لمصالح الحماية المدنية التي أخطرت سكان هذا الحي الفوضوي بعد تلقيهم نشرية خاصة من طرف مصالح الأرصاد الجوية. التغطية بهشام جاسم. أثاث في المنزل كامل راح، الوليدات باتوا مخلوعين، الناس باتوا مساكنين رحلوا في ولادهم في نص الليل، قش راحلهم، درك السكن ما بقات لا تصلح لا للسكن، حتى باه في طول البرك ما كانش. عندي شوي نبات، النبات درك خلاه، درك أنني خلاه، نطلب من السلطات هذه تعاوننا، ديرنا مرافع وين نعقبوا نهارات هذه من بعد يرحمها ربي. بمجرد تلقينا نشرية جوية خاصة تعلن من خلالها بتساقط أمطار غزيرة ومتواصلة خلال الليلة الماضية، قمنا على الفور بتشكيل خلية يقظة ومتابعة، وقمنا بحجز كلي للأعوان لمتابعة الوضع. المناطق المهددة بالفيضان على حواف الواد، وقمنا بإعلام جميع السكان باتخاذ الحيطة والحذر، وفي صباحة هذا اليوم قمنا بإجلاء حوالي 50 عائلة من الخطر وإبعادها إلى أماكن آمنة.